تقول أصلي، أصوم، أساعد الناس، أزور الإمام الحسين عليه السلام، والحمد لله أديت ما علي. على الأقل الآن ألتفت لنفسي، أسافر، أضحك، أسرح وأمرح. الدين سهل يا أخي، لا تصعب الأمور. ومن قال أديت ما عليك؟ أنت فعلا كل هذه الأمور فعلت عن قناعة أم مجبر؟ لو قالوا لك إن الله لم يخلق جهنم وليس هناك من عذاب في الآخرة، كنت رح تصلي وتصوم؟ إذا وصلت إلى مرحلة تعرف إن الله سبحانه وتعالى رحيم وتعبد عبادة شكر، هذا فقط هو الحق. مثلا عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام مقولته الشهيرة: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. لا أنا ولا أنت نصل إلى مقام أمير المؤمنين عليه السلام، لكن على الأقل نقتدي بأمير المؤمنين سلام الله عليه. من الممكن أن نتكامل ونرتقي، فالتي أسمن رحمة الله. لكن كيف؟ أولا يجب أن نفهم معنى العبادة، لأن العبادة مو فقط تصلي وأنت تأكل حق الناس، تصوم وتستغيب الآخرين، تزور الإمام وأنت جالس في حرمه تضحك وتسخر من الآخرين، أو غيبة أو نميمة. هذه ليست عبادة للأسف. ما هي العبادة إذن؟ يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعبد الله يعني تطيع الله سبحانه وتعالى في كل شيء، تعرف تتصرف مثل ما يريد رب العالمين، فلا تجعل لنفسك طريق كما يحلو لك، اختار طريق الله تعالى، لأن هذا هو الطريق الصحيح والأنسب. هو أعرف بعبادة وبالشيء اللي ينفعهم في الدنيا والآخرة. أنت اليوم لما تشتري جهاز يأتي معاه دفتر تعليمات، لأن اللي صنع الجهاز أعرف بطريقة الاستخدام الصحيحة لهذا الجهاز حتى ما يتعطل بسرعة. فكيف برب العالمين الخالق العظيم، خلق كل ذرة بهذا الكون وهو أعلم بتفاصيل الأشياء، إضافة إلى أنه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وما جرى وما سيجري وظواهر وبواطن الأمور. فلا تحلل لنفسك شيء وتحرم شيء أو تختار طريق غير طريق رب العالمين وتقرر أشياء من تلقاء نفسك دون الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأوليائه. فقط ثق بأن الله تعالى قد اختار لك الأفضل حتى إذا ما فهمت حكمة الأمر. عبادة أمير المؤمنين عليه السلام كانت عن معرفة وطاعة، فلا تيأس وتقول لن أصل. لا، لقد وصل سلمان وهو من عائلة كانت تعبد النار، وصل أبو ذر والمقداد وهم من مجتمع تعبد فيه الأصنام، ووصل أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في زمن كانوا في أوج الفتنة، والفرصة موجودة للجميع لتصل. عندما تصر بأنك تكون من أنصار الإمام المهدي عليه السلام ممكن أن تصل. قف بين يدي الله سبحانه وتعالى واطلب منه أن تكون وليا من أولياء الله. نعم، اطلب أن تكون ولي. رب العالمين يسمعك، قل له: يا عدتي في كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا وليي في نعمتي، ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر عورتي، والمؤمن روعتي، والمقيل عثرتي، فاغفر لي خطيئتي. اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار. يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من يعطي من سأله تحننا منه ورحمة، ويبتدئ بالخير من لم يسأله تفضلا منه وكرما. هذا الرب اللي يعطي من لم يسأله من غير أن يطلب أحد منا شيء فقد تحنن منا ورحمة. ألا يعطيك إذا سألت وهو الكريم بل أكرم الأكرمين؟ من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام عبارات لطيفة جدا: اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك
فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وادعوا بدعاء زمن الغيبة واطلب أن تكون وليا له. اجعل هدفك عليين واسعى لتحقيق هدفك.